سعيا منها لتخفيف الزخم الحاصل على الشوارع الرئيسية، باشرت القوات الأمنية بفتح عدد من الطرق والشوارع العامة داخل مدينة سامراء. بعد استباب الأمن إن شاء الله وضعت خطة لفتح الطرق الموجودة وفك الاختناقات الحاصلة في سامراء، وإحنا وعدنا مدينة سامراء بفتح الطرق، ونحن اليوم إن شاء الله سوف نباشر بفتح الطرق الفرعية والرئيسية إن شاء الله. طبعا بعد التعاون الأهالي مدينة سامراء مع القوات الأمنية، قيادة عمليات سامراء مع اللواء 313، سوف تقوم قيادتنا بفتح الطرق. وبعد المعلومات الاستخبارية تدل أن لا حاجة لهذه الطرق تبقى على هذا الوضع، وإن شاء الله سوف نقوم بفتح طرق كافة مدينة سامراء. اليوم سوف نقوم بفتح ما يقارب 5 إلى 6 طرق، والأيام القادمة سوف نقوم ما يقارب بكافة المدينة إن شاء الله، بفتح كافة المدينة إن شاء الله. مواطنون ثمنوا هذه الخطوات والتي تهدف إلى التخفيف من الاختناقات المرورية الحاصلة على المدينة. الحمد لله والشكر اليوم بجهود القوات الأمنية المتمثلة بالإخوان في سرايا السلام، القوات الأمنية المتمثلة بمديرية شرطة سامراء وفوج سادس سامراء، قامت الجهات الأمنية بفتح كافة الطرق الداخلية لمدينة سامراء من أجل تخفيف الزخم عن المواطنين، والجهود مشكورة، واستثناء خاص لحفظ الأمن في مدينة سامراء، وتعتبر مدينة سامراء هي نقطة انطلاق الأمان إلى كافة ربوع العراق. اليوم استبشرنا خيرا بفتح الطرق بعد استقرار الأمن في مدينة سامراء. اليوم تشاهد القوات الأمنية، قيادة عمليات سرايا السلام وقيادة عمليات سامراء والشرطة المحلية والدوائر الخدمية، اليوم بدأت القوات والدوائر الخدمية بفتح الطرق ورفع الأنقاض من بعض الشوارع. نأمل خيرا ونتمنى في القادم فتح العديد من الطرق في مدينة سامراء. أيام وشهور وسنوات ضيق فيها الخناق على المدينة بواسطة أكوام النفايات والصبات الكونكريتية وعزل الأحياء عن بعضها. لعل هذه الخطوات ستغير من واقع حال المدينة المتردي إلى حال أفضل. من سامراء، محمد السامرائي، قناة التغيير.